عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة خدت نفتح علبة فيفو واي 20. الجهاز ده طبعا في منه اصدار واحد بس، وهو بينزل برامات 4 وذاكرة 64، لكن زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض، الجهاز الظهر بتاعه من زجاج والكاميرات بارزة شوية، لكن هو شكله شيك جدا. بيجي مع شاحن، وطبعا مفيش هاند، ودي الإبرة بتاع الخطوط، وجراب جميل جدا، لكن مدخل الشحن زي ما احنا شايفين كده العادي، لكن البصمة في الجنب جميلة. الواجهة بتاعته سلسة وحلوة، بعد ما الجهاز فتح معانا هنخطو كده بقى نشوف الكاميرات بتاعته. صور كده بالكاميرا الأمامية، نجرب الزوم، طبعا ده تصوير ليلي، في النهار هيبقى صورة أحلى من كده بكتير. والكاميرا الأمامية جميلة، الجهاز ده بيجي بسعر 2600 جنيه مصري بس كده. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.